يا ترى الوضع ده هو الوضع الصحي للمنطقة ولا الاستقرار هو الوضع الصحي؟ طبعا الاستقرار. الاستقرار دي فرصة ان جهود المنطقة دي تتحرك في اتجاه التنمية والتعاون والتطور. يعني فيما يخص السؤال بتاع اثيوبيا، احنا حرصنا منذ يعني على الاقل منذ يعني لما توليت السلطة، على ان احنا ندير هذا الامر من خلال الحوار والحوار الهادئ والتفاوض بعيدا عن اي شكل من الاشكال، يعني الانفعال او التشنج، وان ده ممكن امور بيننا وبين بعضنا تتحل ونصل الى اتفاق قانوني ملزم بشان ملء وتشغيل السد. وكنا في مارس 2015 وصلنا لاتفاق مع اشقائنا الاثيوبيين والسودانيين بشان هذا الموضوع، ان هو لا يتم ملء السد الا بعد الوصول الى اتفاق قانوني بشان عمليه الملء والتشغيل، تراعي كل يعني تراعي كل شواغلنا. يعني ده كلام لما استمرت السنة واثنين وثلاثة واربعة ولم نصل الى حل، والموقف الاثيوبي كان جامد في مكانه، اضطرينا ان احنا نتحرك في اتجاه مجلس الامن حتى نعطي قوة دفع، ومش الهدف منه كان اكتر من ان يبقى في قرار لمجلس الامن يؤكد على اهمية سرعة الوصول الى قرار بشأن او الى اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة. انا بالمناسبة عايز اقول لكم، احنا دايما نقول ان التعاون افضل، واحنا قلنا في بداية الكلام في الاول خالص تصريحاتي كانت بتقول ايه، ان احنا ننظر بكل تقدير وايجابية في التنمية لأشقائنا في اثيوبيا، بس ارجو ان يكون ده مش على حساب المية. وزي ما انتوا شفتوا الدولة المصرية في المية هي تقريبا عايشة على شريط المية اللي بيجي من أسوان حتى اسكندرية، بقية الأرض حوالي 95% هي أرض صحراوية. أرض صحراوية ده كلام مش يعني مش بنقوله عشان نبرر، ده واضح. وأي مية بتبقى موجودة احنا بنحاول دلوقتي، بدأنا في خطة بقالنا 5 سنوات أو 6 سنوات شغالين في خطط استراتيجية لتعظيم الاستفادة مما لدينا من قدرات إعادة التدوير. ولسه كنا بنعلن من يمكن في لما فتحنا محطة بحر البقر في سيناء، كنا بنتكلم ان احنا بعد ما نخلص مشروعنا اللي بكتير هياخد 3 سنين كمان هنكون يبقى من اوائل دول العالم، ما كانش الدولة الاولى في العالم التي يعني عملت مشاريع لإعادة لحسن استخدام المياه وإعادة تدويرها. أنا بقول الكلام ده ليه؟ يعني إحنا بنحاول من جانبنا في مصر. إحنا ما طالبناش، قلنا إن إحنا عدد سكاننا، مية النيل دي كانت بتيجي لمصر من أيام ما كانت مصر 1.2 و2 و3 و4 دون تدخل. ولغاية دلوقتي بقينا 100 مليون، وهي المية اللي بتيجي هي مية لم تتغير. بالتالي يعني وصلنا في طبقا لتقارير ومعايير الأمم المتحدة إلى مرحلة الفقر المائي، احنا بنتكلم في 500 متر 600 متر في السنة للفرد، في حين ان المعدل او المعيار العالمي للمية اكتر من 1000 متر في اليوم، اسف في السنة. اذا اللي انا عايز اقوله هنا ايه، احنا كل اللي بنتكلم فيه بنقول اشقائنا في اثيوبيا ننظر لكم بإيجابية كالعادة، ومستعدين للتعاون، مش بس حتى مع وده أمر مش دلوقتي، مصر مستعدة للتعاون في فيما يخص مياه نهر النيل مع كل الأشقاء في دول حوض النيل من أجل الرخاء لينا كلنا. احنا عايزين نعيش، لكن كمان مش هنحرم أبدا غير من انه يعيش، وإلا يبقى احنا ناس يعني مش موضوعيين، ان انا بعايز انا وغير لا. بالمناسبه للي ما يعرفش، حجم المي اللي بتنزل على الهضبه الاثيوبيه 900 مليار متر مي في السنه، 900 مليار متر مي. حجم المي المتجدده اللي بتنزل على الابار الاثيوبيه 40 مليار متر ميه في السنه، 40 مليار متر ميه. انا عايز اقول لكم
ان الميه اللي بتجي لنا دي احنا والسودان لا تساوي 10% من الميه اللي بتسقط على الهضبه الاسيوبيه. انا بقول الكلام دوت عشان برضو يمكن يكون محتاجين ان احنا نفكر بعضنا بالموضوع. اذا ما نحتاج من في هذا الموضوع هو الوصول الى اتفاق قانوني بشان ملء وتشغيل السد. يراعي شواغلنا وايضا يبقى يفتح باب للتنميه والتعاون فيما بيننا في مصر والسودان وباقي الدول الافريقيه مش بس حتى دول الحوض. ده فيما يخص هذا الموضوع. موضوع ال تاشيره يعني تاشيره موحده للدول الافريقيه. احنا اثناء وجودنا في رئاسه الاتحاد الافريقي كل الشواغل اللي كانت موجوده كنا حريصين على ان احنا نتحرك فيها، وكلمنا على البنيه الاساسيه القاريه وعلى الـ يعني الاتفاق اللي هو اتفاقيه التجاره الحره الاطاريه، وان دي دخلنا في شان تاني. واي موضوعات اخرى زي الموضوع اللي بيطرح ده هو طبعا موضوع متقدم قوي، لان طبعا النظم والاليات اللي موجوده في دول الاتحاد الاوروبي تقدر تيسر هذا الامر بشكل كبير. احنا ما عندناش يعني ما عندناش ابدا ملاحظات او رفض لاي شكل من اشكال تطوير التعاون مع اشقائنا في افريقيا. ويمكن انت سمعتوا خلال اليومين اللي فاتوا كلامنا على ان احنا مش هنتكلم باسم الافارقه، لكن حتى في موضوع المؤتمر اللي هيتعمل ان شاء الله اخر السنه دي على المناخ، احنا مع مجموعه مفاوضين من اشقائنا في افريقيا بنتعاون عشان احنا عايزين المؤتمر يبقى فيه فرصه ان هو يتكلم على اكثر الدول تضررا واكثر الدول حاجه للدعم من اجل تجاوز الاضرار اللي نجمع عن المناخ.